ودلوقتي ميعادنا مع فقرة السبورة، وبالتأكيد مباراة الأهلي والرجاء ما كانش فيها فرص محققة كتير، ولكن فيها تفاصيل فنية معقدة ومهمة جدا. لذلك في هذه الفقرة هنسمع وهنركز مع كريم سعيد في التفاصيل الفنية. كيمو، ايه الأخبار اللي معاك؟ في الفقرة يا محمد احنا اتكلمنا عن المباراة بشكل عام، لكن النهاردة بقى فقرة التكتيك احنا هنركز بشكل كبير على الشوط الأول. ليه بقى؟ لأن أنا في وجهة نظري الشوط الأول أنت هتشوف منه نسختين في ماتش الإياب في الرجاء. الشوط الاول اللي شفناه في ماتش الذهاب في وجهه نظري هنشوفه يعني ما يشبه له في ماتش العوده مرتين فيما يخص الشق البدني للاعيبه نادي الرجاء. خلينا نتفق يا محمد ان كل اللي كانوا موجودين في الاستاد وكل اللي كانوا بيتفرجوا على المباراه قدام الشاشات اتفاجئوا من اول ثلث ساعه في المباراه. منذر الكبير المدير الفني التونسي لنادي الرجاء فاجئنا كلنا بصراحه بان هو خد قرار جريء جدا 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 جدا. انا من الدقيقه الاولى قدام النادي الاهلي في استاد القاهره وقدام اكتر من 50,000 متفرج الاستاد امتلأ بيهم، انا هلاعب الاهلي بضغط عالي. الاهلي مش هيخرج من منطقه جزائه بالكوره. قرار كان جريء للغايه، وطبعا فاهم جدا جدا ان المدير الفني لما ياخد قرار زي ده ده معناه ان لازم لعبته تبقى مستعديه بدنيا للموضوع ده، لان الجري الكتير في اول المباراه بيبقى امر فيه مخاطره. اول 10 دقائق بدانا طبعا كولر كعاده النادي الاهلي بيبدا من عند الشناوي كل الهجمات، بتبدا انت تعمل بيلدينج اب بتاعك زي ما انت متعود. لقينا نادي الرجاء على خلاف السنه اللي فاتت لو تفتكر ماتش ملعب السلام في نفس الدور برضو الرجاء كان واقف في نص ملعبه ايام ما كان بيتسو موسيماني مسك الاهلي. منذر قال لك لا انا مش هعمل الغلطه دي، الغلطه دي مش هكررها. الاهلي السنه اللي فاتت جاب في الرجاء جونين في 20 دقيقه لان الرجاء سايب له الكوره. انا مش هعمل كمان، انا همنع الاهلي اصلا انه يخرج من نص ملعبه وهحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب جون في القاهره عشان اسهل المأموريه عليا في العوده. وبدانا نشوف نادي الرجاء اليو ديانج بيضغط عليه في الدقيقه 2 تتخطف منه الكوره هنا اهو، وهوب نادي الرجاء بياخد الفاول اللي شفناه بتاع محمد النهيري، الكوره اللي شالها محمد الشناوي بصراحه ببراعه شديده. بعديها ضغط على محمود متولي في الجبهه اليمنى جنب محمد هاني بيعمل ميس باس غريب جدا 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 بتروح لخط وسط نادي الرجاء، وهوب زريده بينفرد بمحمد الشناوي ومحمد الشناوي برده بيتالق وبيصد الكوره. يعني هنا معناه ايه؟ كل الفرص دي اتخلقت بسبب ضغط العالي اللي مارسه لعيبه الرجاء على النادي الاهلي في اول 20 دقيقه. اول 20 دقيقه تحس كده ان حتى اعتقد لعيبه الاستاد مش فاهمين ايه بيحصل. الرجاء عدد كبير جدا جدا من الضربات الركنيه خدوها في اول 20 دقيقه. احنا بنتفرج على المباراه حتى في الاستاد حسينا ان الاهلي، قلنا بس الاهلي مش في يومه. الله اكبر عليك. وحتى كان في كلام كتير على خط الوسط وكان وخصوصا عمرو السوليه، ان عمرو السوليه كان واضح ان هو مش برده بقاله فتره مش حد بيتمشى. عمرو السوليه فعلا بيتمشى، ومروان واليو ديانج لسه ستيل برده اليو ديانج عنده لسه راجع، ما لا في عالم تركيز، في عالم تركيز عند اليو ديانج مخلي خط وسط النادي الاهلي امبارح الشوط الاول كان فعلا في ازمه كبيره جدا. مروان عطيه كان هو الوحيد اللي بيحاول يلحق ورا ده يلحق ورا ده، بس ما نقدرش نغفل الحقيقه ان منذر الكبير عمل شوط اول ممتاز. كل امان، احنا النادي الاهلي ما دخلش في المباراه غير بعد دقيقه 25 لما شفنا حتى كهربا لما كان بيجيله الكوره في وسط دفاعات نادي الرجاء عشان يحاول ان هو يسحبهم ويسيب ويفتح المساحات لحسين الشحات وبيرسي تاو الطريقه المعتاده من كل اللي حتى بيستخدم فيها كهربا كمهاجم وهمي، ما قدرش يعملها لان نادي الرجاء في المنطقه في العمق كان قافل. منذر الكبير يا محمد كان مذاكر الاهلي بشكل اكثر من ممتاز، دي الحقيقه. الشوط الاول كامله بتاع الرجاء، ليه انا بركز عليه وليه عمالين نقول كلام قوي وشديد؟ لان الشوط ده انت هتشوفه تاني تجربه هناك بس خلي بالك بقى الاستاد مش هيبقى بتاعك، ال 50,000 مش هيبقوا بتوعك انت، هيبقوا بتوعهم هما، وبالتالي هما هيزداد عندهم الدفعه المعنويه بشده. كمان هو ما عندوش حاجه يبكي عليها خلاص، يعني النهارده حتى انا بتابع الصفحات الكبيره جماهير نادي الرجاء بيتكلموا انا مفيش حاجه اخسرها خلاص، يعني فاهم قصدي، انا ما عنديش غير محاوله واحده. فتكتيكيا منذر الكبير بدا بطريقه اعتقد هو اللي هيلعب بيها ماتش العوده، واعتقد هو كان نفسه حتى لو خسر يخسر 1-0 بس. وده اللي يخليني ابرر ان الشوط التاني لما لعب هل كان عايز يحافظ على 1-0
ولا معدل الجري واللياقه البدنيه اللي خلته يهبط بالشكل ده في شوط لا هو غصب عنه طبعا اللعيبه بقى خلاص فعلا عملت جهد فائق عن طاقتهم في الشوط الاول خلصوا المخزون خالص الشوط الثاني لعيبه الرجاء كلهم دون استثناء ما قدروش ان هم يقدموا الشكل اللي قدموه في الشوط الاول وضع في اعتبار برضه حاجه ثانيه مهمه جدا ان الشوط الثاني النادي الاهلي استفاد جدا 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 معنويا من هدف عبد المنعم المتاخر انت هدف عبد المنعم ده جه في توقيت مثالي وانت داخل اوضه اللبس متعادل حاجه وانت داخل اوضه اللبس وكسبان 1-0 حاجة تانية خالص وبالتالي الشوط الثاني بدانا نلاقي فيه سيطره للنادي الاهلي افضل في خط الوسط عن الشوط الاول ليه ان انت مرتاح وكمان لعيبه نادي الرجاء مش قادره تعمل الضغط العالي زي ما عملوا الشوط الاول هم بصراحه عملوا 45 دقيقه بدنيا حاجه فوق الوصف فوق الوصف النقطه المهمه منذ الكوبايل حاول في اخر ربع ساعه ان هو يهاجم النادي الاهلي ده قرار كان في صالح النادي الاهلي التغييرات بتاعته في نهايه الشوط كانت تغييرات هجوميه والنادي الاهلي استغل بتغيير حمدي فتحي ان هو فعلا كان محتاج يكون في واحد تاني مع المهاجم محمد شريف كان لازم تلعب على الرجاء باتنين مهاجمين مش شوط تاني دي كانت مهمه جدا محدش الشوط الاول لو تفتكر محدش كان بيكمل بيرسي تاو واخد طرف وحسين شحات واخد طرف فكهربا متساب وعمرو السوليه مش قادر يكمل اليو ديانج مش عايز يسيب مروان عطيه في نص الملعب عشان ما يتكشفش فبالتالي كهربا في قلب الملعب بمفرد انا عايز اقول لك واحنا بنتفرج في الاستاد فعلا نعم الثلاثه كهربا شحات تاو منفصلين تماما جدا واضح عن نص الملعب والدفاع مفيش ارتباط ومفيش زياده مفيش زياده مفيش زياده عمرو السوليه مش قادر عشان كده عمرو السوليه كان هو اول خيار في التغيير نزول حمدي فتحي خلي بالك نزول حمدي فتحي مع قرار منذ الكوبايه ان هو يخاطر اخر 10 دقائق ان هو يخطف هدف كل ده ساهم ان في مساحات تتفتح شفنا فيرس تاو بيعمل الثرو لوب عامل ازاي بتعمل يعني انا اسف يعني ده ولا كره خماسي في الشارع يعني هدف يجي لك بالسهوله دي في ماتش زي ده لا مش متوقع يعني هو عمل الثرو لوب بشكل كويس وحمدي فتحي انفرب بالمرمى وحطها على يمين حارس انيس دينيدي بكل سهوله هدف تقول ايه لا يتماشى مع الصعوبه اللي احنا شفناها الماتش كان صعب فعلا على النادي الاهلي وما تفكش غير من الدقيقه 45 في الشوط الاول فاحنا عايزين نخلي بالنا الشكل اللي احنا شرحناه للشوط الاول ده محمد في وجهه نظري لازم ماسيل كولر يبقى واخد باله لان هو خلي بالك هو بقى اللي هيتسال السؤال اللي اتساله منذر الكوبايل قبل المباراه دي دلوقتي انت هتروح المغرب قرارك انت كاهلي من بدايه الماتش هتعمل ايه هتسيب الكوره للرجاء ولا هتقول لا انا هضغط وهلعبهم هلعب بالاسلوب بتاعي مثلا احنا متعودين مارسيل كولر قبل سان داونز كل الناس اللي عندها خبره شويه لان احنا عندنا خبره في افريقيا اكتر من مارسيل كولر عدنا نقول له يا حاج مارسيل معلش وانت رايح سان داونز وانت رايح بريتوريا انت الساعه 3 العصر بلاش تلعب باسلوبك بلاش ليه هما الناس دي انت لسه مش عارفها هو خد قرار انا هروح سان داونز في بريتوريا هضغط بطولة هلعب زي ما كنت بلعب ريال مدريد هلعب زي ما كنت بلعب في كاس العالم للانديه هلعب زي ما بلعب في اي حد في الدنيا هو اسلوبي واحد راح وتعور اتعور جامد ليه لان الطريقه ما كانتش مناسبه للفريق لظروف المباراه هنا السؤال بقى ده السؤال اللي لازم الجهاز الفني النادي الاهلي يحضر اجابته قبل يوم السبت الجاي لما هبدا المباراه قدام 50,000 متفرج وقدام فريق ما عندوش خلاص اي حاجه يجي عليها خلاص هو هيلعب الكل في الكل انا هختار اعمل ايه هقف زون ديفنس وامن والعب بعقل مرتده ولا هبدا اضغط ضغط عالي والعب اللعب بتاع ان انا النادي الاهلي عايز اكسب ده طيب. اللي احنا نستنيه فلسفه كولر امبارح نعم لعب بنفس فلسفته ولا حسيت امبارح ان كان متغير شويه في الفلسفه بتاعته ما خليه في نقطه مهمه هو واحد مليون في الميه اتفاجئ مره الرجاء عمل ما انت بتلعبش نفسك وما بتلعبش فريق في الدوري مفيش فريق اصلا لعب مع كولر في القاهره بالشكل ده بس سان داونز بس في ملعب السلام برضو سان داونز ما ضغطش بنفس ضغط الفريق الرجاء في الاول بس ستيل سان داونز من الانديه اللي ممكن تعمل معاك نفس الفكره في الملعب انا بتكلم خلي بالك انا بتكلم في الملعب يا محمد مش بتكلم على حته يعني الماتش بيتلعب فيه لا انا بتكلم على الملعب نفسه الحوار نفسه ما بين اللعيبه وبعضها كولر اتفاجئ باللي عمله منذر كبير مع الشوط الاول مليون في المية وكان خلي بالك في التوقيت يعني ممكن تقول ايه
اول دقيقتين الحماس وبتاع هيضغط ضغط عالي وبعد كده ايه يرجع هيرجع ويقف مكمل. ده فضل مكمل. احنا قلنا طب عدي خمس دقايق ارجع يا عم، ما بيرجعش 10 15 ما بيرجعش. نص الشوط الاولاني كله الناس شايفه ان الرجاء هو اللي جاي يكسب. الرجاء ده الرجاء عايز اقول لك النادي الاهلي امبارح انت اول فرصه يعني محققه ليك كانت بعد دقيقه 25 تسديد حسين. لا يعني موضوع وحسين خلي بالك كان كله فردي. حسين الشحات حتى يعني لما كان بياخد الكره على الطرف ما كانش بيتعامل مع معلول او حتى بيه، وحتى ايه لما علي معلول ما زعلش مني برده، هو علي معلول ده برده لما يطر لحسين الشحات ما عندوش حلول، ما فيش حلول، الدنيا هنا فاضيه، في كره اتلعبت، كهربا خد قرار ان هو هيقرب منهم شويه، معلول لعب العرضيه، اربع لعيبه من الرجاء هم اللي واقفين لوحدهم، متخيل اربعه ده معناه ايه؟ مفيش تكمله، مفيش زياده، والفرقه في الاهلي متفركشه، عارف الفريق متفركش، مفيش نظام، مفيش سيستم. طيب انت بس ربنا كان موفقك قوي 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 في هدف منها، في هدف عبد المنعم. طيب من وجهه نظرك ممكن الاهلي يروح يلعب مع الرجاء في الملعب نفس التشكيل ولا هيغير؟ ده بقى هو دي بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. انا في وجهه نظري حافظ على تشكيلك مع تغيير واحد لازم تعمله نص الملعب، حمدي مكان السوليه. بالظبط لازم تشيل عمرو السوليه من بدايه المباراه. ليه؟ انت مش حمل هدف مبكر. لا مش هيك كده، انت مش قصدي، لا قدر الله ما يحصلش الله يعني. بس انت مش حمل ان يكون لعيب مش فورمه. انت مش حمل يعني فكرك ايه عشان برضه الناس تفهم يا محمد. المدرب هو بيختار اللعيب، هو عمرو السوليه مليون في الميه في التمرين كويس، بس هنا في نقطه مهمه، في التمرين حاجه وفي الماتش حاجه ثانيه. حاجه ثانيه لما انت بتلاقي المنافس اللي قدامك معنويا ونفسيا راكب انت ممكن تكش اكتر، وانت كمان لو انت مش فت تلاقي ان انت مستواك بيهبط او الاستامنه بتاعتك بتخلص بسرعه جدا، ليه؟ انك بتلعب غلط، فاهمني؟ ده اللي حصل امبارح. انت النهارده متعودين مارسيل كولر اول تغيير الدقيقه 60، بس كان مين اول اوبشن عنده على طول؟ عمرو السوليه. فانت لازم تخلي بالك خط، معركه خط الوسط مهمه، لان انت بتلاعب فريق يعني الرجاء وهو بدنيا كويس حريف الكوره، شفناهم امبارح كلهم بصراحه. عندهم لعيب جزائري كمان مميز جدا في نص كلهم الوقت. بصراحه لعيب الكوره، لعيب الكوره استلام وتسليم وتحرك بدون كوره وعندهم اوبشنز. يعني شفنا كندوسي ممكن يبقى ليه دور هناك، والله شوف انا كنت مستني. هي نفس المعضله اللي احنا عمالين نتكلم فيها وهي في الاخر قناعات يعني. وتاني خلي بالك يعني بصراحه مارسيل كولر لغايه دلوقتي ماشي بشكل هو ناجح ومتميز بصراحه، مميز جدا جدا. وقد يكون هو عنده، خلي بالك هو مش مطالب انه يشرح الايه التفاصيل الفنيه، الاكاديميه اللي هو ماشي عليها هو حر يعني، الكتاب بتاعه اللي هو ماشي عليه هو حر ما يشرحش ايه البنود اللي هو ماشي عليها. بس احنا ساعات بنتساءل بنقول مثلا ماتش زي بتاع امبارح فالقندوسي كان ممكن ياخد اخر ربع ساعه، خصوصا وضع في ايه ان انت تاكدت ان الرجاء واقع، فالشوط الثاني ده لو انت كنت فكرت انك تدوس عليهم انها ممكن ما تجيلكش تاني هناك، يدوس ويسدد كمان. ايوه يعني ماتش امبارح ده لو انت في الشوط الثاني مثلا من الدقيقه، في وجهه نظري من الدقيقه 70 قلت ايه، انا شايفهم واقعين من الدقيقه 70، لو انا وصلت للهدف الثالث انا قتلت ماتش العوده. صح. زي ماتش سان داونز مع بيروز ده، شكرا خلاص انت قتلت انك 3-0 معناها ايه؟ الرجاء محتاج يكسب 4-0 4 او 3-0 عشان يروح ليه درجات الترجيع، وامر صعب جدا بصراحه، مش سهل، مش مع الاهلي يعني تحديدا. فهي الفكره في حته ايه، لا انا يعني هي في الاخر قناعات، بس برضو انا متفق معاك جدا 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 ان ظروف الماتش بتاع امبارح كان يحتاج احمد القندوسي في نهايته. طيب ده بشكل عام التكتيك والشغل الفني اللي حصل في المباراه، ما كانش في فرص كتير لكن كان في لعب كتير جوه الملعب، كان في شغل كتير ومنظر كويس بصراحه، مدرب كويس، هو مدرب كويس جدا جدا ومدرب له اسمه. احنا قبل كده شفناه لما كان مع المنتخب التونسي، وبصراحه رغم الهزيمه احنا بنقول له احنا كناس بتحب الكوره انت قدمت هارد لك الهزيمه، وانتوا لعبتوا مباراه الشوط الاول لعبتوا مباراه كويس. شكرا يا كريم، وبالتوفيق يا رب في مباراه العوده، ونحتفل بالتاهل للسيمي فاينال ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم، وباذن الله الاهلي على موعد مع هذه البطوله الافريقيه كعاده، كل سنه بيعمل مفاجات، لكن باذن الله بعد لقاء العوده في كازابلانكا يكون لنا موعد وحديث وتاهل باذن الله لمباراه الدور نصف النهائي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.